السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من دوار الخضاضرة جماعة الحساسنة ضواحي برشيد. معنا واحد الأسرة أم والأب ديال واحد البنت اللي توفات هذه 4 سنوات. الأسرة في واحد الحالة ديال الصدمة، كيشكوا في الوفاة ديال البنت ديالهم. كيقول لك ودي بأنه يعني ما توفاتش موتة عادية، أنها يعني كانت ضحية واحد الجريمة ديال القتل. غادي يحكيو لنا شنو واقع. تفضل يا لاله عاودينا. دري يا بنتي مشيت مع الشي عندها، بغدي عندها انا وخوها ومرت خوها، ومشى وجيت تغديت وجيت ولاباس عليها ضحكه لاعبه. وفي الليل اتعقت لنا مع 3 ديال الليل، قالنا جيو راه بنتكم مغيبه. لخاتنا الطريق ردونا تاني، قالنا ما عقبك ما تشيوش البرشي ما تشيوش البرشي، رحنا غادي نبيع عند الفقير مغيبه. وقال الفقيرة ماشي مدينك ماشي قبل منا مع الجوج، وداو على التاكسي ديالهم ومشى ساب الدرية شبعانة موت. وقال لهم ردوني لداري، وردوه ولا خرجي حتى يسوق كاين اللي بان ساس يهزو بنتي، وعقدوا عليا يحضروني لبنتي وعاد يهزوا لها بغا يدور العروبية. واش انا كبتي ما يحضرونيش كبتي؟ راه كنموت وكنطيب وكنشتغل عافية شعلة في، وبغيت الحق اليوم ديال بنتي يبان. جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو ويعاونني. واش يقول هذاك السيد؟ نعم، وملي حاولوا انهم دفنوها هكاك يعني مع زربوا ما حضروني، وانا تصدمت انا وخوتها. نعم. الاخر قعدت كنقول ويلي الناس كيقولوا لنا لا لا بنتكم هذيك السيكداره مقتوله، واش تما ما كتفيقوش؟ هزوا ما الدرجه مشاو جابوا على الطاكسي وما عيطوش لكم وزربوها ودفنوا عليهم ما حضروكمش، وتما ما كتهموش. الى ما اليوم هاد الدريه لما كانش قاتله راجلها ولا ما كانوش جايين في الطاكسي جايبين ميكتا وما محضريناش. الى ما قد لا هذا الاب ديالها سيدي اخويا هاد السيده سيدي جاوا قال لك شاده غيبوبها في المدينه، هما هي مقتوله سيدي قاتلينها. نعم. وفرص فاتحه الكواري. نعم. بلا سميه سيدي فهمتيني. اي سيدي هادي راه خالتها. نعم. طايحه مع نتباكاو الناس لغاو الزكانايض ولغاو التنايض، داوها دفنوها جينا في حياتنا شويه تبدات الاشاعات مع عند القبيله ديالهم. المراه جابوها ميته مقتوله ودافنين وتمامها في روسكم ما والو. حنا سيدي ما صرنا ما نقولوا، الا تشدينا اليقين مع عند ولدها. مي شدينا اليقين مع عند ولدها قال لي با واش العمليه ديال الدفن ديالها كيفاش دفنوها بلا اوراق بلا تشريح؟ دوروا مع المقدم بالفلوس والشيخ وكذا وهذا كل شيء، بلا تشريح بلا تسريح بلا اوراق بلا والو. كلشي داكشي سيدي كلشي داكشي دازت على فلوس مع المراه مشات لبان سيدي اللي جابتها جابتها بالطوموبيل. وفي الاخر ولا عاطيه با العصا ضربوا الراس ضربوا الوجه مصدومين شردين ما بقاوش ما عمرهم جاو عندها ما عمرهم جاو عندنا وانا كنضيع في كبتي ما عمرهم جاو عندنا سيدي الحق ديال بنتي ما عمرهم سيدي الحماق كنتسطوا عليها ومعني بولادو خاص الحكم يبان بولادو قالك عندي ولادي قالك الشرطه كانت محمد السادس يعاونني يعاونني بلقى الحق ديال بنتي. الله يجازيكم بخير الله يعاونكم. انا كنطلب ربي وجلاله الملك محمد السادس يعاونني الله يجازيكم بخير يبان الحق ديال بنتي. كنطالب شريح يبلق الحق ديال بنتي يبلق الحق ديال بنتي. راه ما يمكنش الكبده كتموت ليها كبدتها وما يبانش لها الحق ديالها. رد المن هذا انا بغيت الحق ديال بنتي يبان. تهدد تهدوا عليا انا بنتي كاتك بغيت الحق ديالها يبان. راه كنموت كنطيب والدريه تعشات مغديه عند هنا ومع الشافي ولاد العريبه غيبه مع عند مرت لوسها وداها لوسها بالطاكسي. وملي مشات مع لوسها في الطاكسي هو عيط ليها قال لها بقاي ما تجيش باتي تم. قالت لوسها ديني ولادي قارين غدا الحد الاثنين ديني ردني. الدريه كيفاش مشات يمكن ليها ضاحكه لعبه مشات ليها يمكن ماتت وما عيطوش ليا وما حضرونيش بنتي. ما كانش يسم اه الا ما كانش يسم انا بغيت الحق ديال بنتي هادي ويهزها ما يعيطوش ليا ما يحضرنيش ويهزها في الطاكسي ويهزها في ليبانس ولا تيجيب لي الطبيب وعاد يهز يديه. ما يمكنش الا ما تصابتش الدريه قاتلها ولا ما انا ربني في الحبس والقبيله كلها شاهده كلها شاهده. القبيله شاهده قاتل راجلها هاد السيده والدري راه قاتلين وعصا قاتلها عصا كنديرو ما بالينا الحق ديالو. حنا بغينا يبالينا الحق. حنا كنطلبوا من هادوك شي يقول لي هاد الراجل اش كيقول لك شي الوكيل العام كنطلبوا الوكيل العام يبقي لنا الحق. نعم.
وكنطلبوا هذا دابا لالا ملي حاولت ودابا جايه شي 4 سنين دابا ياك 3 سنين ومع 4 شهور لسه كنتوا بهذه الشكايه ديال شكيتوا في الوفاه ديالها لمده 3 شهور 3 شهور 3 شهور لا دا سيدي بان الحق كاع القبيله كتقولها وكاع الجيران ديال برشيد كيقولوها وهو كيكذب وكيحلف جاني لهنا يتهدد ليا قال لي هو ما مكذبش في برشيد مكذب ولاد العريبه والله لا تجبدت وانا ولادي ما دوش معاه وكيتهد وباه كيقول لك سيروا جروا طوالكم انا لما قدوني التاكسي ديال جوف نبيع الدار ويضحك ويكركر انا طالبه سيدي انا طالبه ملكات جلاله الملك محمد السادس يعاوني انا كنطلب الله سبحانه وتعالى يعاوني بلقى الحق ديال بنتي راه كنطيب راه كنبكي ما يمكنش لقيا كبتي ميتة وما يبانش لقى الحق هادشي راه ما كاينش راه حاس الحق يبان السلطه تحرك وانا بغيت الحق ديال بنتي يبان الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين راه كما ما كاينش الكبده كان بنت الام كتموت ليها كبدتها وما يبانش جدر ميه ما بحثوها راك ما زعقت لقى جدر ما سقلوني ما عقلت ما حضروني وكيفاش كبتي انا وكنضيع فيها انا بغيت الحق ديال بنتي كمل اسيدي كمل كمل يا لالا وبغيت الحق بنتي طالبه تشريح يبان ديال بنتي الله ينصر سيدنا محمد والله ينصر هذا الوالي هذا الوكيل يعاونني والله ينصر كنطلب انا ما كنطلب يعاونني هذا جلاله الملك محمد السادس كنطلب الله والحكومه تتحرك والسلطه تعاونني تعاونني بغيت الحق ديال بنتي اخويا هاد الناس معادين نعم هاد الناس ساغين كيهدوك انت يهدوني يا سيدي هدوني وقال لي لي والله تنقتلوك خاصنا نحيدو هاد قال لي هادي كيف والو واقفين مع ولادو قالك عندي ولادي في المخزن وهذا وهذا وواقفين مع اخرين تا هما قالك ما عرفتش هما فلوس موجوده اه واش كطالب اسيدي انا كنطالب الوالد ديال هاد انا ديال التوفات انا هاد الناس ما قاتليناش يجبدوا التشريح انا هاد الدريه صحيحه مشات عند امهم غادي عند امها ومعشيه عندها هي وخوتها وداك ومعشيه في ولاد عريبي عند نسابهم الا ما كانتش سيدي ما قاتلهاش الا ما كانت ما قاتلهاش راه دايرين لها السم موكله السم ما مقتوله بالسم اي هاد الناس قاطعين حيت المراه كاينه علاش كيسكت كيقول الدريه الا ما تجبدش كل ما براسو الحي اه وعلاش كيهزها في التاكسي ميقتا وما يجيبش ليها ليفانس وما يجيبش ليها الطبيب هادشي راه الظلم من هادي هادشي الحقره هادي بنتي ميقتا مقتوله ما باش تلقى الحق ديالها راه كنطيب انا راه كنتشو انا ويغطيو هاد الشيء راه كيبان علاش هازينا في الطاكسي وكاذبين والفقي شاهد ماشي قبل منا والفقي شاهد وقال لك مشيت حتى ميقتا وراه هذاك الفقي شاهد راه ديجا باراك وردينا للصحافه تلتم هادشي راه بغيت الحق يبان راه ما يمكنش تلقى على كبتي نصبر وما يبانش تلقى الحق على بنتي راه بغيت بنتي طالبه تشريح طبيب الشرعي يجبد لي الحق يبان بنتي لا كما كانوا دايرين والو سكتوا يخلي الحق يبان بغيت السلطه تحرك يبان تحرك بنتي بغيت الطبيب الشرعي يجبد لي الرقد تبان بنتي يدير لي الطبيب الشرعي تبان طالبوا دابا باعاده التشريح كان طالبه تشريح الطبيب الشرعي تجبد بنتي بان الحق ديالها خاصني انو اي خاصني انو هو اللي خلاكم انه كتشكوا وهذا ما عقدش وما هاد الناس ديال الدوار كل شيء شاهد قبيلتهم وكل شيء قبيلتهم قيلاق والقبيله ديالنا قيلاق ولا ما كان قال هذيك السيده ما كانش قاتله واليوم انا هذيك الدريه ما كانش مقتوله انا نتربى والولاد راس دمهم وشردهم اللي تاقوا الدري قال الدري ولا قاتلو عصاب والدري الكبير تاقى وصاه والصغير عدو عام اما عام ونص هو الدري غادي يقول لهم امي قاتله بابا راه كذب داك ما دايرش يقول هذاك الدري الصغير ما دايرش يقول انا ما يمكنش اللي خاصو يحضرني لبنتي يونس عدو 19 عام عارف بعقلو امين عدو مع 16 ولا 17 والدري الصغير خلات عدو عامين وهاد الدري عاقل على امه باش ماتت راه باقي صغير وخاص الحق يبان ديال بنتي الله يرحم الوالدين كان طالب الطبيب الشرعي يجبد بنتي يبان الحق ديالها كان طالب باش كطالبي لالا بصفتك كأم هاد الضحيه اللي توفات باش كطالبي كنطالب بغيت الحق يبان شريح التشريح تعدوا عليا الناس بزاف وانا مرات كنطيب وكنضيع ودير الرقه كنطلع عمرها دار ما يمكنش هادشي يجرى لي الكبده وما يبانش الحق ديالها راه الظلم من هادي دفنوها سيدي بلا طبيب العش سعود دفنوها وديك الدرقه مطروشه ومكرفسه دفنات في دوار الخضار دوار الخضار خلاو على الطبيب الشرعي في السبيطار وهزينا علاش هزينا هما العروبيه الدرقه ما يمكنش الطبيب ما يجيش لبنتي والدرقه كره ما كاينش
تسيدي خاص خاص الطبيب والوراق ديال المقدم والمقدم توا عطاهم المقدم اش قال لهم؟ عطاهم الرخصه عطاهم كل شيء قال لهم اسيروا دفنوها علاش ما على الصباح مع الفجر والدريه الزربان بها مع الشيء فاميلتي ما شافتهاش مشات من الدار البيضاء ما شافت امك فين عايز يشتكي لعند الباب وحابس ما يشوفها والدريه مطروشه في الدس وواحد الباطرون عنده مع عتيقه هذيك عتيقه هي الباطرونه وانا مصدومه وما عقلاش على بنتي وكيقول لك هادهم وقال لك انا اش قال لي وانا تابعيني راه جرى فيا سيدي شي حاجه راه هما مواليه كيهدوني يا سيدي مهديني وجرى فيا شي حاجه راه هما مواليه واليوم بنتي انا قتلوها بغا يقتلوني تانا بغيت الحق ديالها طالبه هادنا انا المخزن راه خصو يبين لي حقنا بغيت الحق ديال بنتي دابا هاد المخزن عنده حق يعطينا الشرع يعطينا يعطينا يجبد لك بنتي يبان الحق ديالها انا كنطلب منزلي باش نرتاح انا ما كنعسوش ولينا خايفين انا ما كنعش نمشيو للبرشيد وخايفين ولينا نمشيو للبرشيد خايفين انا سيدي غادي نخرج كاع تاكسياتهم يضربك تاكسي ولا حرف عليك قلت لك شي واحد جلاله الملك محمد السادس هذو ولات عندهم خطيه بحال الرباح قال وهذا الشيء اللي كان وكنطلب تبقاو معنا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في كنحييكم التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم كان هذا التصريح ديال الام والاب ديال البنت اللي توفات والاسره ديالهم كتشكك في الوفاه ديالها كتقول لك بانه تعرضت لواحد الجريمه ديال القتل من طرف الزوج ديالها دفنات بواحد الطريقه غامضه هنا بهاد الدوار الغنادره اللي كاين هنا بالحساسنا ضواحي اقليم برشيد كيطالبوا بالانصاف كيطالبوا باش يتخذ الحق ديالهم كيطالبوا بواحد الخبره كيطالبوا بالتشريح بغاو قال لك غير نعرفوا بنتنا باش ميته ونرتاحوا ورتاحوا كنحييكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه بقى عندك ما تضيفها لالا ديما نقول دوك الدراري قتلهم عصا وقر الدري قر نهار اللي ماتت قر وقال والدري كيجي عندي مصدوم ما كيقولش والجواز الزرب على الجواز جوج على 40 يوم وانا علاش علاش ما حضرش لقى بنتي علاش ما عيطش لقى بنتي علاش ما عيطش لقى بنتي النهار اللي ماتت وهذيك الدريه علاش ما عيطش ليا؟ تنصدموا هي قتلوها علاش بنتي ما حضرنيش ليها وهزا وجيبها بلا حضرتي ما يمكنش لي ثلاثة الغوتات اللي قال لك غوتات والجيران قال لك حنا سمعنا ثلاثة الغوتات ما صبحتش الدرقة قال ديك السيدة ضحكة لعبة معنا قالوا راه ماتت قالت ما يمكنش الدرقة البارحة ضحكة ولعبة مع الشافي ولاد العريبي وضحك وكدار في الدرقة تا ماتت والفطين ماشي داوه قبل مني وما معقدينش ليانا اللي بحثوا فين بحثوا؟ راه ما بحثوش ما دارش بحث ديالنا هذا هو الطبيب الشرعي بالحق ديال بنتي شكرا وطالبه جلاله الملك محمد السادس يعاوني وهذا الوكيل يعاوني والله يجازيكم بخير انا بغيت الحق ديال بنتي اليوم يبان يجي الطبيب الشرعي يبان الحق ديال بنتي تجبد ونعرف الحق ديالها ونرتاح نشكركم مجددا متابعينا.